الضغوط اللي عليا واللعيبه بتبكي وابراهيم ده لعيب كبير واللعيبه اللي معايا بيبكوا لان في ناس باعت كل القضيه بالنسبه لنا احنا يعني قالوا الفرقه هبطت الفرقه مش هتكمل قله قله ده مجلس اداره محترم وانت عارف ان احنا فرقه محترمه وعشتني كتير احنا بنتعب وعنا جهاز فني محترم جدا 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 قللوا من شانه دول بيعملوا مؤامره عليا لا ما فيش الكلام ده احنا بنحمد ربنا اول حاجه على المكسب طبعا فريق كبير فريق و وفريق محترم جدا, جدا 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 ما شاء الله احنا طبعا احنا قصرنا الفتره اللي فاتت الاربع ماتشات اللي عاد دول احنا طبعا في تحفيزات من الكابتن شديد و وطبعا من مجلس الاداره ان احنا نكسب الماتش ده باي طريقه والحمد لله ربنا كرمنا وعشان تعبنا وربنا وفقنا وطبعا احنا يعني في كام ماتشات كده اتظلمنا فيها في الحكام بس طبعا الحمد لله على كل شيء يعني الحمد لله احنا طبعا الماتش بالنسبه لنا دي حضرتك شفت النهارده الحمد لله يعني كان ماتش صعب بالنسبه لنا جدا 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 ماتش صعب صعوبته ان احنا بنلعب فرقه كبيره فرق بينك وبينها اتنين بونت لو كانت كسبتك او تعادلت معاك كانت هتوقفك واحنا فتره في بدلك في الماتشات اللي فاتت ضربات جزاء وفرص غريبه بتضيع من على خط الجون الحمد لله الماتش كان صعب وبنهدي الفوز للكابتن شديد والجماهير المنيا بنوعدهم ان ان شاء الله السنه دي هتبقى سنه سنه صعود ان شاء الله ومش هنفرط في في الصعود وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي في الكوره ما عندنا بقى لها فتره ثلاث ضربات جزاء في اخر ابتداء 90 مش هتخش مفردات بالجمله بتضيع واحنا يعني بنتعب في التمرين وبنجتهد وفي سوء توفيق الحمد لله انا اللعيبه زي ما قلت لحضرتك انا المباراه الثالثه دي على التوالي في الدوري الرسميه انا جيت بعد المباراه رقم سبعه والحمد لله احنا عملنا الماتشين الاعلاميين وعملنا سواق كويس جدا استعدينا للمينيا كويس جدا المنيا طبعا انت عارف ان هو خسران ماتشين خسران ماتش ومتعادل ماتشين قبل كده فهو جاي عنده ما عندوش امل ان هو لازم يكسب ليه؟ لان هو بينافس مع اسوان وكيما دخلت والالمونيوم برضو انت عارف هو احنا لا يمكن نرمي ابدا الالمونيوم اسم كبير جدا واحنا لسه الدوري طويل وربنا سهل لان طبعا انت عارف الفرقه انا داخل عليها من اسبوعين فربنا سهل نقدر نظبط الامور في الماتشات اللي يعني